الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير وأرجو أن يكون مفيدا لكم جميعا، أحبتي طلبة الاقتصاد خاصة، معدل الإحلال الحدي أو ما يسمى Marginal Rate of Substitution. ما هو معدل الإحلال الحدي؟ هو الآن الكمية التي من سلعة معينة طبعا التي يكون المستهلك على استعداد للتضحية بها من أجل الحصول على وحدة إضافية من سلعة أخرى مباشرة. فهنا الآن لنفترض بأن منفعة المستهلك Consumer Utility تعتمد على سلعتين، التفاح كأن نقول X ولحم الضأن اللي هو Y، ويمكن وضعها على شكل رياضي كما يأتي. هذه الآن العلاقة utility، هذه دالة المنفعة، هي دالة في كمية التفاح التي يستهلكها هذا المستهلك وكمية اللحم الضأن الذي يستهلكها، يحب يعني يرغب بالسلعتين. لكن الآن إذا أراد أن يرفع كمية التفاح التي يريد أن يستهلكها فعليه أن يضحي، لأن هناك في عندي قيد موازنة نسميه إحنا قيد أو budget constraint، فعليه أن يضحي بشيء من اللحم. فدعنا الآن نحلل هذه الحالة على شكل يعني رسمة بيانية. الآن على المحور الأفقي كمية التفاح X كما ذكرنا، على المحور العمودي كمية لحم الضأن، وهنا وضعنا على المحور الأفقي الكميات الممكنة، وهو مثال يعني فقط، هذه أرقام للدلالة على المسألة. تبدأ بعشرة، 15، 20، وننتهي ب65 على ثمتان، وكذلك الأمر بالنسبة للحم الضأن، فهنا بالكيلوغرام ربما، وهنا بالكيلوغرام كذلك الأمر، 10، 15، 20، ننتهي ب40، وهذه الأرقام ليست سحرية أبدا. وهنا الآن منحنى اليوتيليتي اللي هو الاندفرنس كيرف، منحنى السواء نسميه احنا. فعلى سبيل المثال لنفترض بأن المسألة كان عند النقطة A، على هذه النقطة A اللي بدون لي أنه هو مقابل 15 وحدة أو 15 كيلوغرام من التفاح و30 كيلوغرام شهريا مثلا من اللحم على سبيل المثال، أو مثلا 30 باوند أو وحدات القياس لا تهم، المهم المبدأ هنا. فهذا الآن هو المستهلك الآن عند النقطة A على منحنى السواء اللي هو اليوتيليتي كيرف هذا، أو indifference curve. فكان عند النقطة A، لنفترض أنه رغب بزيادة كمية الاستهلاك من التفاح، وهذا سيأتي على حساب كمية اللحم الضأن الذي سيستهلكه. فلنفترض بأنه انتقل من النقطة A إلى النقطة B على سبيل المثال. هذه النقطة B لاحظوا لي أنها مقابل كمية 20 من التفاح، وانخفض الآن استهلاكه أو رغبته، أو يعني هذا مجبر عليه لأن هناك قيد موازنة، من 30 إلى 20. فالنقطة A و B، لكن هو الآن عندما زاد كمية الاستهلاك من التفاح وانخفض كمية الاستهلاك، انخفض كمية الاستهلاك من اللحم، هذا يعني أنه بقي على نفس منحنى السواء الاندفرنس كيرف هذا، وبقيت كمية المنفعة متساوية بين النقطة A والنقطة B، لا تتأثر كمية المنفعة هنا. ولنفترض الآن بأنه أراد أن يزيد كمية التفاح مثلا، بده ينتقل إلى النقطة هذه C، فمعنى ذلك بأنه الآن زادت كمية التفاح من 20 إلى 25، لكن ذلك اضطر هو أن تنخفض كمية اللحم الضأن من 20 إلى 15 على سبيل المثال، لكن بقي على نفس منحنى السواء هذا المنحنى نفسه، أي بمعنى أن المنفعة التي يستمدها من استهلاكه من التفاح ولحم الضأن بقيت كما هي على الرغم من تغير الكميات المستهلكة من السلعتين. وأخيرا نفترض بأنه أراد الآن زيادة كمية التفاح مثلا، انتقل من سي إلى دي، فزالت كمية الاستهلاك أو الشراء من 25 وحدة إلى 30 وحدة، لكنه اضطر أن تنخفض كمية الاستهلاك أو شراء من لحم الضأن إلى مثلا النقطة 14. لاحظوا لي هنا هذه الآن النقاط A و B و C و D تعطي نفس المنفعة، المنفعة ذاتها لهذا المستهلك، لكن ما الذي يختلف؟ إنه الكميات التي يشتريها أو يستهلكها من لحم الضأن انخفضت وزالت كمية الآن كمية الاستهلاك أو الشراء من التفاح.
هنا السؤال الذي يطرح نفسه حتى نفسر ما المقصود بمنحنى معدل الإحلال الحدي، بأنه كل ما زادت كمية الشراء أو الاستهلاك من التفاح بوحدة واحدة، كم يكون الآن المستهلك على استعداد أن يضحي من استهلاكه أو شرائه من اللحم؟ هنا الآن لاحظوا لي بالله، اليوتيليتي هي هاي is a function للنقطة A اللي هي 30 و15، ونفس اليوتيليتي هذه هي function النقطة B 20 و20، وهي ذاتها تعطي المنفعة نفسها. إذا انتقلنا للنقطة C اللي هي 15 ضأن و25 تفاح، وأخيرا كمثال هنا أنه لو انتقل إلى النقطة دي فهو انخفض الاستهلاك من اللحم إلى 14 لحم الضأن، وزاد استهلاكه من التفاح إلى 30 وحدة. فهذه النقاط A و B و C و D تعطي المنفعة ذاتها، لكن الكميات التي يضحي بها المستهلك من لحم الضأن مقابل الحصول على كمية إضافة أو وحدة إضافية من التفاح، هذا الآن هو معنى معدل إحلال الحدي. منطقيا سبحان الله سنلاحظ بأنه على سبيل المثال هذا تعريف الآن Marginal Rate of Substitution، اختصار MRS، معدل إحلال الحدي، عندما انتقل من النقطة A إلى النقطة B، لاحظوا من A إلى B، هذا هو التغير، يعني تعريفه التغير في Y العموديين على التغير في X اللي هو التغير الأفقي، وتساوي 30 هنا ناقص 20 هنا، يعني من 30 إلى 20 مقسم على 15 ناقص 20. طبعا نأخذ القيمة المطلقة على الرغم أنها الإشارة سالبة هنا، لكن نأخذ القيمة المطلقة، وبالتالي حتى المقصود هنا اللي يعني الجواب هو 2. المارجن ريت اوف سبستيوشن للانتقال من A إلى B يساوي 10 على 5 ويساوي 2 بالقيمة المطلقة. شو المقصود فيها؟ المقصود فيها بأن هذا المستهلك كان على استعداد أن يضحي بوحدتين من اللحم الضأن مقابل الحصول على وحدة إضافية من التفاح. عندما انتقل من B إلى C، الآن حسبة أخرى بنحسبها Marginal Rate of Substitution من B إلى C تساوي التغير في لحم الضأن Y العمودية مقسم على التغير الأفقي، وتساوي 20 ناقص 15، هنا 20 ناقص 15 من B إلى C نتحدث احنا، 20 إلى 15 مقسم على من 20 ناقص 25، لاحظوا لي هنا انتقل من 20 إلى 25، وبالتالي عفوا من 15 إلى 20، من 20 إلى 25، هنا الآن انتقل من 20 إلى 25 لسي. فهنا لاحظوا لي أنه حاصل قسمة بالقيمة المطلقة 5 على 5 1. شو معنى ذلك؟ بأنه إذا أراد أن يزيد استهلاكه من التفاح بمقدار وحدة واحدة فلا يمكن أن يضحي بأكثر من وحدة واحدة من لحم الضأن. لاحظوا لي كان هنا كان على استعداد أن يضحي بوحدتين، هنا الآن يضحي بوحدة واحدة، أصبح اللحم بالنسبة له ندرته أكثر، صار أغلى ثمنا، والثمن هون على شكل تفاح. دعنا الآن نجرب الانتقال من C إلى D، فمنحسب المارجن ريت سبستيوشن الانتقال من C إلى D. لاحظوا لي الآن ما الذي يحدث، يساوي التغير العمودي اللي هو التغير في كمية اللحم الضأن المشترى والمستهلكة مقسم على التغير في كمية التفاح المشترى والمستهلكة، وتساوي 15 ناقص 14، فعلا 15 إلى 14 مقسم 25 إلى 30. شو هو الآن الجواب؟ 1 على 5، أي 2 يعني 20%، أقل من 1 صحيح، خمس. فالمقصود فيها أنه إذا أراد زيادة استهلاكه من التفاح بوحدة واحدة فإنه لا يستعد وليس عنده استعداد أن يضحي إلا بأقل من وحدة واحدة من لحم الضأن. معنى ذلك أنه من ناحية نفسية الآن أصبح لحم الضأن أكثر ندرة، وبالتالي لا يضحي به كثيرا. هذا الآن هو المقصود، أنه كم هي الكمية التي على استعداد هذا المستهلك أن يضحي بها من لحم الضأن مقابل الحصول على وحدة إضافية أو وحدات إضافية من التفاح. وجدنا بأن Marginal Rate of Substitution أو معدل إحلال الحدي هو ينخفض باستمرار. هنا حسبناها ثاني مرة أنه Marginal Rate of Substitution أو معدل إحلال الحدي انخفض من 2 إلى 1 إلى
0.22%. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.